سنجرة هنا فين حداد هذاك ما يلعبوش مزال صغير ودريبكش ما كاين واحد يلعب فيه لي جونغ اللي كيفو في الجزائر دريب هاوي وحده واش راك درت انا حرز واش تحوس تروح فيها الجزائر تجيب لا كوب اسمع ما تخرجش بواحد كي تجي جري هذيا ها يا تشوفش قد هذا سي محمد هذيك 2000 فرنك اخو 2000 انا راه عند عمي صالح عمي صالح عنده كراسه كيما هكذا لا انا نكذب عنده وعتا كحله كيما هذه وراح يبيعها ب 40000 لم الكروسه تاع هذه لم بابا تقطع له كراسه الحرب ولا الحكومه ما شركوش وحده شدوا حتى تاع موتور ما يمشيش فيها في الدار اي 80000 قول له 80000 راح تبيع 500 كتا تا ما تمزقش انت طيب روح 80000 ولا حبيت شنو نروح عندي انا كيا نروح عند عمي صالح عمي صالح شوف قول له روح روح جيب بويك لنا نساعده يا روح هاي أشرف اليوم رئيس الدولة على حفل لتوزيع الأرباح على المستثمرين لتعويض الثورة الزراعية. وهذه الحاجة اللي هي مليحة. لو كان لا صونا تراك توزع علينا الأرباح. إيه. لو كان هذاك رجعوا قام مليونير. على الأقل تقسيمة صغيرة. على سن الناس ما تقولوا الناس. أما الوقت الذي تلتهب فيه مشاعر الجماهير أصحاب البيروات بالك أما إحنا قلت الإرهابية في داخل الأراضي البطن الفلسطينية بلا كربوط في البلع لفرد مرة على حسن السمن تعود لي راه تزواب الصوف البين مرنك البين مرنك نتشا ما قدرناش نشري وانتع اللحم وانت يشري لي البلبل بل بين فرنك أكبر عيات يا راجل مشريناش خويا اللي بعد لنا من الفيرما نقضي وإيتي ونبيعوا ربح في ستنة ونجي نجيبوا هل هبت باع في طنق الكلاب شو ما كنيتوا الكل ولا مازال هادي لنا الكربو فلفل كي هذا البربوشة تمشي وحدها شوف شراي ضحك فيه اسمع بالكوب نحب تجيبها ها ما نحبش نسمع السبان من ولا تقطع من الصيفيه لو كان يجي ولا نشوني لا نشيك هاي
وين رايح؟ رايح رجع شوي نسيت باللي راني نقرا. يا سيدي ماذا بينا تخرج لنا غير كي مخلوفي برك؟ هذا ما نطلبه منك. اسمعت اخوك يقرا واش دار بها؟ اي الله دار بها. ولا شيء هذا يطيب ولا مازال ما يطيب؟ لا ثلاثة من الدار البيسري ما حدش يكبر الرابع. يا كيف كيف ما يستقنعوا ما يستحمدوا ربي. انت وين رايح؟ روح نربطوا راهم. ايه عن صاحبك راكو باه تهدروا على العالم هذا كيفاش تغيروه. ايه ثم المثقفين هذو والله الا يعطينا رضاك والله تجيبوا الضحك. قلت له راكم رايحين تهدروا كيفاش تتخدم كيفاش تغيروا الوزنوات وكيفاش تغيروا الثوره الزراعيه وكيفاش يعود عندنا الخضره بزاف وشكون هما اللي جوير اللي تحطوه في ليكيب ناسيونال هكذا باش يجيبوا لنا انكوب وزيد وزيد. اما احنا في هذا الوقت احنا هما اللي مطيحين مجهودنا. ايوي ايوي انت واش دخلك واش تفهم من هذا الشيء؟ انت على شكل ديما تكلم معاه بالخشامه شنو راح يتكيف قارو حبيبو خليك الدخان في وجهك. الواحد راح عند صاحبه راكو باه يضرب قرعه في راهويه تقول ما يبقيش تر ديما وانت تعيط عليه ديما وانت تعيط عليه بعد النهارات يخرج ما يرجعش للدار. تلفا هكذا شدك زايد في الدار وتمسيو على خير. على خير تصبحي على خير. تنزلي لدروسي؟ هي باش نقول لي علاه بيدي ما عيط على مصطفى. خطرك ما يخدمش؟ لا ما يخدمش. خطرك شو عانم بزاف ويخمم ما عندوش الوقت باش يخدم. ماشي صح باش مع الناس ظهر. اسمع يا سنيع صحنا ما عندناش احنا زوليه ونسيها مريضه وما عندناش باش نداويها. شتي هذيك الطفله تاع الفيلا شتي هذيك فيها بواسيه وعلى هذه خمم مصطفى. ليش كنت ما خلينا نسمعوا صح؟ مالوش ماذا وليدي سرقت؟ انا ما نشوفش الفيلم. شوف الفيلم انت عينك مغمضين. بسم الله الرحمن الرحيم. روح كده منا. لا انا نعرف دروسي. روح الفوتو هذا كذا ساري صدت للحكومة وش نحب ندير بيه. سري يا سيدي وليك رأيت ماشي الانترناسيونال حقا وش الذكي اللي تاكي فيها الملقشة الثورة بي مريض ومكسوسين كرعي وشريت فيه من الكب دي رحمه دي امي حب شي بيع الزريس ولا ظلم تشتي بيه شوية. واش بغيت؟ قلت لي تشوف انا نشري الكاروس. بيع بثمانين الكلبة. وانت بثمانين الف بيت اللي راح تمركيهم في لاكوز. هادي قلت راني ياكل صندية. واش عندك شي حال في السياسة؟ اه مفيتو. اسمع لي احكم في خوك ولا راح نشكي فيه لامك؟ لا اش درت لك؟ اه خليونا نخدمو ترانكيل. بالفسيل الحصان الحصان حيوان اليف جسم قوي الاعضاء تنتهي كل منه وقوائم البحار في الصلب. ماني نفول غير بزاف لازم نخدمو وش يغني الناس بين الفلسطينيين. لابور ما زيد نمد صوات لي ما خلاص انا عندي 8000 يا ربي وقت نحط 8000 شاش هي لازم تشوف الصراحه. كيما صار رانا تجيبي لا كوب ولا بيت.
النفس صن النفس احمل على ميزنها احسان من يقول فيك جميل ولا ترن الناس الا تشمرا. هرموني في الواحد عشان خلي برد. خش من دبر مدرساتي. راح يدير ناسات. علاش عندكم جران باش يشيلوا اناناس؟ يبيع بالفايدة. علاش انا يبيع؟ الله هو هذا اللي شغل عندي. نزيك من فوق شبيه. وانت رايح يا خما تيخوف. من حومتنا لابو دان فوق بيه. ام جو. كيف ظن الناس ومصر في المنوبري؟ كيف ظن الناس في المنوبري؟ حبيت الناس نشتحلك ولا نشي كل واحد منكم 10 كيلو؟ شوفي سلفي ذي 20,000 ومن بعد؟ نشري واحد زوج كارتونات ولا ثلاثة ونبيعهم ونجيب 25,000 نظر في البيدون بتاع الماء وجيب الماء يلا ما تعطينيش خلاص. روحي منك من التريكية لبيتو شتي لكرم؟ ايه انا ثاني اعطي اللي ما تعبش شيك لكرم زوج هاتي كي تكبري تزوج مع واحد مو لكرم ما لا روح جيب المتاع استني هاتي الماء ترك ساعة ما تمنينيش ما تمنك اي روح تتبع اخوك على جل لكرم هاي هكذا انا واحد تاع زوج واحد تاع واحد وتاع سيا هاد زوج تاع واحد واش دنا شوف لك كاين لك راه حلو بيضا هذا خويا طق انت البارح صح عطتني كلاصه سيده تفضل يعطينا السيرفيس واحد ربي لشريك الله تعم تبرسك على كرشكا يا سير هكذا تجي في الأساسية غبي وش حبي وراك راي حبيبة وش فرق مالي الكلفة مالي لا تهدري معايا اليوم ما رانيش قابل كيف تلقاني خبط قولي لي عندها 15 يوم اللي سالتك 10 انا بشتري فضه اخي رديتهم بصح انا سلفتهم اسمع دير فيا مزيه كيما درت فيك مزيه انا محتاجها اذا انا خمص قول هذا يكلم عليك ايانا ايه والباطل في الوتوراقو اسمع اسمع يا حمدادك كتب كتابك وخليني مع شوان تاني وعي شوية ها واش ضل ربي عرض لك براني سلك له كذاب شوية سعش تهدر قاسي ايه قال لي ما تراو هايج ابا ندير شوية دراهم ونشري الكرسي الساسي هذا قال عليك انت ثاني خمت لها ها عطيك 50 دولار حق ما بعد في ذاك الاستعمار مرتو انا مقابل تمشيط على شي خبزه اسمعك على جاري دبرت 30 في الشهر كل ما عندكش الحال خدم على روحك ما عنديش الماليه كيما انت يا راجل دبر فين تلقط ما عنديش فكريات كيما انت يا شد فكرات اللي تبعو ما لا خدم واسكت لا البو هذا الراس كيف
شسي يزم تشوف زرا قبل ما يحصدوا زرا استبروا لي 5000 خمسة زيك منها 16 ايه مزيان بزاف شحال يا ولد 5000 واش عند بالك ماريكاني انا شحال ماريكاني خلي ولاد ماريكاني ياكلوا هيا عرفت الفرق ديالك زوج وعد الله زوج 6000 عندك صرف فيه عندي ايه ايه انت مرتاح عليا ما تنساش ولا انا اللي راني مسكر في الدار بابا مات فعاود راني نقرا درك خلصوا برك ما تعذب فيه مسكين لا يا بوي هادي يقرا في شكوله قلت له نعرفك هادي خويا لافونسون تاع لونطونت كنت خويا لافونسون تاع لونطونت مش راني كل يوم بيلا النار تستنش هيا سيرونا رحليكا هيا راه واحده كي حكي لي بكو لازم بكي ونسى باش الراجل يخرجهم اي رحت لكم بكي ونحيو سبولية علاش روح نحيو باتفهم انا من ليت انا عطشان حب نروح الدار حب تقتل لا لا واش كماتشو صبره وطلع انت تخلصني درك انت يا رحم بابك قول لي درك نبدا بيك انت يا والله نبعث ماندا لولاد البلاد ياك على بالك بس لو كان ما تكونش ماندا يا ما تكون لا كسرى لا والو وبعد عقب الوقت تجي تعمر على حميز باطولي سحن السيراكو ايه واش حبيتني نب لو كان مالا راك مدير لنا كسرى والبن وفيها بركه ما عندي الزاويه هنا سمعت لا لا ما قلتلكش هكاك انا ياك انت انسان حبيبي واش هذا يا وقمع انا جيت باش ردك دراهمك صح دخلوا في بروحك لا جينا عالثاني هذا كل ده كل هذا من شكون راكو ولا غرقات الزعلة باتشيلو شرب واحدة ايه يا عسرة تعرف ان نهار كنت نشرب لا بيرغولا سان جيرمان دي بري سان ميشيل تعرف يا ذاك الوقت مون بلاد ذاك ساعات مزلت بيكينيني كاع اسمع يا راكو اسلت لنا 10000 تو غير تكل عليا وقيل حبيتي نبعث مانداك لولادك ايه يا حسرة يا العرم لصحاب كيما انت يا شكون هذا قولي اشتراكية اشتراكية تاعنا لا لا جدها اشتراكية تاع الزوالية سنطة ضعيفة هيا اطلع بيها شاني كيفاش بشني بعشرين ألف خل اشتراكية تاع الزوالية المركان زي احنا ما احتاجوهاش كي تقول اشتراكية ما تلقى لا مسكين لا مرفع فاقو ولا كي ضرب لي زانس في السمش ولاد مركاتي ياكلوهم هل هي الاشتراكية بكري كنا ميتين الشر والقراية كانت الاخرين بصح اليوم لازمك تكون فرحان كي عندك زوج خوات كيما مصطفى وعلي وعندك صاحبك كيما انا وانا يا على بالك احنا محتاجين جوج اسوار وساسيه يا اخي قلت لكم ما تخممش على ساسيه كي لادمينستراسيون تحول كي نادي تاني مازالك صغير من بعد الان نعبوا نعبوا ينبه هيا اطلع بهم شري كيفاش وشني دير رحمة على دارك شان مات
صباح الخير يا وليدي، شحال صورتوا انتو كامات في البارح؟ قلو صح 1200. وراك رايح اقرب؟ رايح الخدمة. تقدر تسلف لي كاماتشو؟ الا في هادو. لكن ماشي نعطيها 2000 فرنك. قليل، زدنا شوية في السومة. ايه اللي عنده فيه قريب يعود يخدم على روحه. احنا ما لحقناش وعائلة بزاف. هاني زيدو شوية. روح ادي. عندك خوك يشبه الفريد. الحكاية تاع الشطراتك وانت اللي درت لي شرا. شوف سيدي. تاخذ بيه القش باش يا صورتي. ايه دوك واش تحق لنا؟ كراسة. ايه جبت صورك. هاك العربون. لا انا طلبتك في العربون. اذا الناس تفهم ونعطيك العربون وتخلي لي الكروسة على جهة. ما كانش تهز العربون تاعك وروح. الكروسة هنا اللي تجيب صورك جيب بها. ايه انت مش صاحبي ماله ماشي حق. واش اللي مش حق انا؟ وقت غني جيدي مش حبون على كروسة ما قدرتش. ما استنكش من فوق 10 ايام ها؟ صح يا روح. صعب قال خير صاحبي. واش من صاحبك هذا يا اخي يا اختي؟ يا غني. اهلا اهلا امير وشهلا. الله يبارك فيك وليدي الله يبارك. بخير لاباس. هذه تسمع هاك انت وحده. ودي لي زهرات الشعر. ربيع مازالو فرندي. مازالو. يا خارجة ماما. واش؟ من في حالة واحدة. فيه يا خويا. وكيفاش حبيتها تبدا؟ ألا السجل كوفر. مزوزوكش ما خبر عليها. أي باغي تروح للإنجليز. أي تقول بلي راهي ذاك روحها شوية هنايا. بصح لوتيل ديالي اللي في فرنسا يخدم غير عليها. عندها حق. مش تحب تقعد ديرك يا بالغار. كان رجل كيطلق هاد الخدمة تاع المزيرية ويجي يخدم معايا في الفيرما ماشي خير. بيقول بلي ما يكون خماس عند حتى واحد. وين هذا خماس هذا؟ ياك يجي يعاوني في الفيرما والفايدة اللي نربحوها نقسموها وربي يرحمته. ايه حنا كي نخدمو نتعبو زوج راهي تكسر في الانجليز. وانت ما تسكرش الفم. لا غير انا اللي راني نقول فيها وكون راكم تقولوا فيها. يا وحدي خاطي. انا عندي الشيطة انا عندي الشيطة. وين طيحتو عندك؟ يا خويا لا اله الا الله محمد رسول الله ما عرفش ربي كيفاش بلاني بهذا الطفل والله واحد ما قالها خير بدها من رسول يا خويا ما غيرك سبحان الله واحد ما قالها كريان العاب انا ماشي ذريه كما انت خليني نخمم واش راك تخمم واش وراك هذا أولمبيك هذا لونتون هذا لونفوسون دو أولمبيك وهذا علي هاري نفوت هاري نفوت هاري نفوت هاري نفوت أدركين ضرطاتو هاري نفوت
اسمع اسمع ديما ترقب وقت قايله ما تجي قبل ما تجي من وراء خلينا نريحوا خير يا فوز سكت طالع فيش اي اخر ادخل 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 هاكم تشهدوا يا جيران هاد لسان هذا من كل ما يعقب هذا الوقت هذا صوت من رجلي والله والله غدوة الصباح نوصل لابوليس انا مليت منه قولي ربيع مكان نقولك سر تخبي عندك وانا من على بالي مكان تخبي سري نديلك دروسك ونجيبك المال تاعك نغرب يا خمسة ولا لي ليا قدني دروسي بيبيتو لانترناسيونال بيبيتو لانترناسيونال يا خالة ربيع مازال ما قلتها يسمع وبيتو لانترناسيونال وبيتو لانترناسيونال بيجي يقولك راح يعرف بيتو لانترناسيونال جيت من هذه تشوف صحيلي لازم يخبي لك سرته كدر لي دراستي شوف ما تنهجد من الناس كلها ما تخافيش علي انا ماشي غري انا لا تتلاوي انت ما تدخلش روحك يروح ديها لو ضرب وش تسمى علي علي بس حطي شنو هذا نعد لاتيس شكون هي وبيتو علي والله انا يا ما تزيد حتى كلمه في هذه القضيه فهمت هاك دي هذه الغطاء ربي عندي هذا ربي شي بيضاء ربي شري هذا انا من ليتنا شوف اخويا مصطفى عندي نسيتي في الدروس طوموبيل فيلا حوايج جدد بالصحية وهذيك كرهوا لي خير مزيه شويه تاع راكو صحيدي واش عجبوك بنين خير من الروتين هذاك اللي دير لي نسيت واش تخمم خويا مصطفى ايوا واش تحب دير بصح خويا راه يبيع ليا اه لازم ملا راح يروح خلاص هو رايح رايح كيعود انترناسيونال جونيور يروح للجزائر وكان ليستي سبورتيف تماك ندولو بيت وحده يزيد يحسن الدروس تاعو ويعود يلعب خير من درك هذيك ومن عام ولا عامين يعود مشهور في العالم بأسره تتروح لي روح بلاك جزازية زيد تروح انا واش اللي بغيت ندير رايحين رايحين الجزائر غير بحدانا هنا وانت كي تنجح في السيزيام تشوف تروح للليسي اي حاجة اخرى كاملة كاع ولي اخويا مصطفى واش ندير يروح روحوا كل ولي بلادك الله عنده الحق شوف انا رح نعطي عبد الدويشة نتلقاو من بعد نروحوا للسكيورتي سوسيال اه زواج اني قزانة اني قزانة خير عليك شكون اللي تربح الطيف ولا قنطينة حرام علينا هذا الشيء من حرام علينا صار حرام حرام علينا ديوك لفرنسا تحبس الى نزوجوك الى تربح وتسعد تاخذ طريق بعيدة اما لا تربح اني قزانة اني قزانة قول لي كنت ربع ستيف ولا قسنطين ستيف يا اخي قسنطين راهي بريمير وزيد بزياده يلعبوا في قسنطين انا ما نقدرش نقول بلي ستيف تخسر واش بيك تتحرك خلو بريا واش بيها بريا نبيتو بيت فعلي تعرف بلي ماشي مليح اللي يقرا براوات اخرين Je sais que je ne suis
فيلم بيتشو إن فوندرز دو إيتواتي إنترناسيونال كونتابل سي شيطان جرابي اشتارك قشت دين فيا شيطان أنا شيطان أنا Et voilà, je suis trop seul et j'ai envie d'aimer quelqu'un puisse faire son aimer. Yeah, il m'a fait une scénère. Qui est-ce que tu veux dire? Mais là, tu veux dire? Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Oh, bien sûr, je ne te demande même. Oui, je te rends le droit. يا قايل كي من طرا لك ليه انا من بعد جينا عاود البريه او بيان سور je ne te demande même pas de me sourire mais tu ne peux m'empêcher de t'adorer comme tous les citifiens car bien que je ne sois qu'une vendeuse d'eau je suis quand même une citifienne c'est qui ما البلد الغري الحمد زعما نتاعها مسخش بها خير تعذرك فانسيبل بزاف تاع voilà Je voulais que tu saches, car je suis trop seul et je voulais parler à quelqu'un, sinon mon cœur, il va éclater. Mopette qui t'aime comme une sœur. مفيتو حالي مدرورة يا أبو طيب الدهوية واجتماعي الله كثيرا سنة نكمل عمر هذي وروح هاي يا رب اسمع جيب لي سيرت كاميدي كان باش المرأة تاعك ترى الفرنسا تدير بينو وتتهنى قلت أنا كنت ندزها لزاير والله ليش تتأكد بالمرأة تاعها لازم تروح تعمل ديزاين لازم ماتيريال جديد وهذا الماتيريال مش موجود هنا سبيل الكشر راوية شو هذا مش مزية هذا حقها على بالي باللي المرتاحة يعني موش خطر ولكن تو سويس دانسا هكا على بالك كل واحدة تقول لها زي ولا هذيك هي كفروا فيها الخوف هي عند العقل اللي خاف ويبش يرتاح خاطرها انا نظن تبعثها شير هاي اضرب اضرب جيب لي سيرتك قبل مرة الفرنسا هيك معليش اسف واش راك طاهر لا لا سمعت وش جابك؟ جيت مع واحد صاحبي مصطفى حداد راك تعرف كاتب ولا هو سونتر تاع لونطون نعم بيه ها هو السبب عندهم في الدار بس يكون دوسي عنده ست شهور وهنا وشفت مال سيرفيس كل يوم عبره بس اللي تروح ليه يقول لك لي على نهار يومين سيمانه شهر ولي انا عبره حداد حداد اذا تخلى صغيرة هذيك القصرة راهي في الجزائر وباغي يبعث لها لفرنسا انا ما عندهاش حق انا بالك بلي هذا المرض يداو هنا في الجزائر بصح ولات من الجزائر شافوا الطب اكل وما لقاو لها حتى حل اي وانا واش حبيت لي ندير انا اي باش نهنيو مواليها ونتهناو الكل بعث من الخارج اسمع انا لا سيكيريتي سوسيال هذه موش الرزق تاعي انا راني نخدم هنا حسب ما يقول القانون صح شوف دوك نكتبوا للجزائر واذا جاوبونا وقبلوا رانا نبعث ما نزيدو ثاني نستناو كي يستناو كيما استناو ست شهور قال يستناو ايام اخرى بصح نوعدك باللي رانا نحيو القضيه ان شاء الله تاي روح عني صحابك على خير خير واش تحب نزيدو انا اكثر من هادشي اكثر انتو مليح انت شفت خارج انا نبع دخلني بالدير نتاعك واش علاه نستناو السؤال هاي جات لاسانسور ربيع ربيع نوض نوض ربيع ربيع نوض ربيع خلينا نرقدو لا تنوضينا لا تبارك طيب نوض باش تديني الحمامية ما حبش نوضة أيا نوض نوض أجاك تقطع أيا نوض خطر روحك وصل خطك وما تنساش تعود الخلق تجيب لنا الخضرة
خلاص ربي عدي هذه ربي عشري هذه ربي عدي اختك ما تخليني زينا الغشوية ياك شي حوش خذيك عصباح بغي تزوجي فكر فمك شي الهضره هذه وما تخطيش وجهك البريج بادول. أرسيت أشوف مو قبل ملاك. ما أجوز وش عليه. جوزك شديك متى من هيك في موسيا. نعم. أي أجري صالح. أنا بليس هذا. ولد كل راجل كان يتضارب كل يوم. والله العظيم. أنا ضرب الزهراء تقول لي خوخة. أنا ما عرفتش كيفاش ندير معاها زبطة. منين يروح يدير زبلة. تبي نمشي معاها باش ندير فونديا ولا طبقي فيها ونقول تفرج. أكون عجيب الخضرة من عند خالتك يا ولا رجعت نحس بباطا عطاني اللي رايت تمشي بيه زعما. شو كون أنت ثاني تصرف فيا ضروات. ما لا خصني بالمجبر كيما مرة. هاكي تشوفي ما ربيع ربيع. واش راح نعمل أنا مع هاد الشيطان. كنت انا خالي الشيخ مسعود كل هذا تدي الشرطه سيدي الخير انا عارف جبت لي يما ساسيه شكون ساسيه اختي ما تمشيش مالها الصحه خويا مصطفى بلي قال زاويه فوربي وهذا المر جاي من الميكروبات وغير الطب اللي يعرفوا ياكلوا الميكروبات خوك تاح ما عارف والو خويا قرا الكتابات كل في العالم وزيد بزياده هو عالم خيراني في طريق دارنا خليني نسمع مش عندك سكتة لي كامار كامار؟ ايه اوه يا مولدي خويا شكون مولدي؟ علي حديات لا فضيات وي شربة انت تبع هادوك وخلي لي هذا روح روح اخسوها هذه ولا لا
يا رجل. هاي شو معي؟ اضرب النحزه سالك طر ليه وجدك ما حبش انت الزهراء الحمام الزهراء ثاني تجيب بسينما وتتحمم الحال تخون هكذا انا قلت اذا عندك الزهر اللي راني فرحان بك اليوم هما على بالوش بروح واحد سيدك يربح السيديا قول والله هو راه تضيق يا بصح كلي والو كلي والو ماكش فرح بالقرايه صح كي تخرج تبانده في الزنقه قرايه لا لا ملاو تدير نص فج هاكي يا الزهراء راح يطيبين لاتاي يا اخي ما زال هذاك المعوج يمدلكم بالكريدي مالي مدت لي صور يا اللي درت حفلات كامله ولا ولا درت لي خطيبه يا داك مستقيل دي طون عندنا مصطفى عندنا علي وجا نكسر في ديك ربيع خذ راه جبتها رحت ومليت الثور وخالتي راح سيدي الخير ايه بصح ما يا اخي قال هنا خلي الخطر الاخر فيك واش حال خالية رف جات خالتي وخالي تمي ملي تحكم فيه انا لما راحتش رف لقيت ما واتشيه يا سيدي خير كشو بيضي نعرفه كتني دي هما اذا لانطان تحبت تخلص اللهم بارك وإذا ما حبيتش نبعثوا يلعب في فرنسا ثم يكون مليح راسين كيخلصوا خير وخالك بعد راهو تسافر بلي ديريجا على بالك بلي لاصاصة من عاد لي جوار تاعنا يروحوا يلعبوا في الخارج على بالي من هذه خممت لعبه خالك يدير له كارت ريزيدانس كيما كنت انت كيما كان مدير لك ليك انت زعما يخدم في النوتي ويدير له كارت ريزيتيديون هكذا لاصاص مثل كما تقول على بالك الملايين اللي تعود داخله اندوميز وعلي واش يخمم في القضيه علي صغير بي تحب عليك البقره انت البقره البيع هذا غير تكلمنا عليه برك كلام برك بصح كي يروح عليه يعطوا الدراهم جايين وهذاك الوقت نشريو فيلا ونخرجوا من هذا لا لا ما نحب تقعد في الميزيريه اقعدوا في الميزير يا راجل كن بعقلك وليدي مازلت ما يقدرش على الغربة أنا كي كنت بدو كنت نحرض رقعة في النهار وما إيش بالتريكتور بالجافدة تاع الفراد هكذا كل مية دراهم باش خديتك أنت بس احنا ما ناش في وقتك بوي ايه خليكم انتم تاع اليوم مسحلين من الشيكولا انا دي تكلف فيها حتى نهار الموت اي ايه هذا الشاي تاعك درتي خفيف بس انا جالك اختفال ذاك شتك تشرب منه بزاف تلي ضرك هات الهاي بصحتك انا ما ربك سرا والبن وش بيك يا راجل الناس كنت تشكي في هذا الدار وانت الربيع كاش ما عندك باش تشكي لا يا بوي احنا اللي نشكيو منك قولي واش من زبلة درت اليوم بسيجيام راك تسمعي تمسخر بيا انا قلت على السيجيام ولا عاد يقول لي وين راه هذاك الناموس تاع ميروش واش كاين راك هنا والو واش حبو ميروش ناس ما يتكلموش في بيت الراحه ثم اللي تهضروا معايا واش حبو والو باش تخرج بدون زبل ما تنساتي دات رابع لا الحصه الثانيه اسكتوا لينا نخرجكم زبل تاعكم وانتي يا تاسية كاش ما عندك لا تشكية لا يا بوي اللي لازمها تشكي مسكينة هاي صابرة ما عندها جبات تشكي صابرة واش كاي والو ما دلتها في السلمة لا تنرى تجيب في الماء هذا المربع ما يكونش موجه يا اخي فاميليا يا رابع ضرب غندي على تعال صغير انا مصطفى شو اكثر ادي يا ربي للفوتبول مصطفى علاش بيلعبش فوتبول بيعرفش ليه خايب كي يجي يدخل طول مصطفى سليمه يكتب المحفوظات نضع كل وزير على وقت خير ما يكتبوش هكذا ما نحفظوهوش يسكتوا علينا صح
ياك تعدي تفرجي واحد ما يتحرك واحد ما يهدر واحد ما يتنفس. اسكتوا خليوها تشوف. ايه تشوف ايه بالضمان شطرون يجي البال كيف كيف كي عنا باتي سيف وليش؟ بابا روح من فرنسا وجاب صور بزاف على بالك بلي شراو فيلا في بومارشي على هذه ما عاد نشوفو فيها. تقوليش مبروك عليك. مبروك على مي بيتشو كي رايح من فيلاج نيغرو الجنة. اما انت رايح من القربي القربي واش ما تجيش تخدم اليوم؟ لا لا اليوم نهار راحات اليوم نطفو دار جديده مع بوي واش ما تخدموا نتوما اليوم؟ واش وراك روح تريح كي عندك صار تريح. يا ربي لا زيد 3000 خرج 21 ناقص 65 جات 44 لحقنا وش عطاك البركه؟ قلنا لك بزاف انت وش بركه؟ هيا هنا الربيع الربيع هيا هنا واش خلاص؟ هذا وليدي الربيع صوت تقهر الحاجه اللي يلقاها يبيعها قال لي انا محتاج الدراهم مثل البراك من جهه غبي غبي انا مسميش غبي مسمي ربيع واتقي حنا البارح حنا التيجي ونتايا عايش في الكوبوي شريف تقاب مع البراك تاك بزاف يما قالت لي ما تهدش مع ذاك الفوالو علاش عندك هي يماك يما قدرت تجي مع البراك ماما زعما باخر ربيع اي روح في التريك بالنهار انا بغيت انا ربيع صار سي ام بيتشو اللي فوريا صار سي بدلت لي اسمك انت يا شيطان اللي بدلت لي اسمك اوه لان في فيلاج نيكرو عيطوا اسمي بيتشو كانت حابين عيطوا لك مضمون عنصريه روحي قدام حارتك اوه انا ما عندي حاجه عيط لي كيما بغيت نشوفك عاد توحشتك برك حتى انا والله هذاك صباح الخير علي هاتيك الساعة اللي دبي مازال يحسب في روحه اوه ما عرفتش كيف كنت مثلك حيقول لي ما عرفنيش كيف كيف انا رايح ربيع روح نقول لك بغيت نعطيك كادو شنو كما جا كيما هذي تعطيها لي كادو ليا ولا لي نعطيك حمزه وحده هو العشيه بو مارشي نعطيك قماش ونعطيك الفيلا تاعي اوكي شترك داير القبارة؟ راه نبيعها. اوه. لأنو شتا انا هاد لي توريست باش نبيعها ما نعرفش نلعب بيها. تلعب مكتبة كل خليتهم. ايه. ودركا كي تروح من تديهم. نخليهم لك. تقدر تمدهم لي درك. هم ليك. لو كان نروح نبيعهم يقول لك هذا شوية صغرت. ممنوع البيع هذا. تعرف بلي كان يكتب لنا اللي ما يصابوش كاع في الجزائر لا في بلاد واحد اخرى مالك ملي كاين انا عاود عليها باش يجيبوا لي بزاف تعرف القيمة تاعهم تاع هادو هادو يريحوا في العائلة وكي تكبر تعرف بلي تسد فيهم فايدة كبيرة انا نقول لك انا كي نكبر نلعب في فوتبول خير من هذه اللي راك تبع فيها انت ما تجيبوا له شحال كنت؟ نقول لك ما تمنيش لا 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 تقولش عندي هيك من فجو ما تبغي سبورتيف رابع اذا كان عندك شويه صور تنزلي باش نشري لك كيف هذاك ما عندكش باش يشرب عارف الربيع غير الصور ده الا عندك مدري ونغم يا دي يا دي يا دي يا مش هاخذ الكار كوني قبل ما جبت هالدار لان علي تاناناش وشبول حتى نتايا واحد الناموسه
راك تمشي في الطريق اللي يمشي فيها الرابعه. خي انا اللي بعتهم رديهم. واش دير بيهم؟ ما نقدرش نقول لك درك. رجعي له الدراهم وفي يومين ولا ثلاثه نعطيهم لك. شوف حتى انت تعطي له الحق. ملاكم كامل ضد عليا وراك مصطفى العزيز يا هاد الدراهم ما زادوا جاو في يده. لا لا والله غير تعبت باش جبتها. اي واش انا نهار جاي ردي له الدراهم. كيفاش تعطي له الحق في هادشي اللي راه يخدم؟ ردي له الدراهم. بصح شوف انت يا هني ما تزيد تبيع حتى حاجه. نهار ما تزيد نبيع حتى حاجه. ردي عليا بالفراق. نهار ما زيدوا لي الهديه. بصح كاين الوقت نفهموا. رابع الله لا يردك. يا اخي رايح. واش هاد المراك اللي راك جايب في يدك؟ تقضي الربيع نتاعك. اه فهمت. واش اللي فهمتي؟ والو والو. لقيتو في السوق يبيع فيهم. المزيه اللي تحب تجيب تجيب. من جابهم ربيع. ربيع ما يسرقش. يشري منها ويبيع منها. والطوارد واش يدير بيهم؟ يمدهم لي انا نعاون بهم روحي. اسمعي يا مرا. المعاونه نتاع الدراري الصغار هذه راهي تجيب البلا. إذا كان من دراري الكبار ما نقولش لا لا. هي تفكر. واش؟ ولا بس الزبلة اللي زاد دارها. أه وخدي واش من زبلة؟ ونصلح حتى حكم ود الديريكتور تاعنا ضربو قصر له وغير. هاتي صح هو اللي سبنا راه بعيد الشغل شوية برك. غم أنت تفكر. ما نقدرش نقولوا صح في هذا الدار. لا هي اللي الديريكتور ناس مناح. ولو طرما كنت تقعدي للربيع نتاعك يخدم عليك. ما عندوش دروا باش يضحكك. أوي إيه محسوب نزير حاجة من حي. وعلاش ما عندكم سنديكا؟ سنديكا راكم تسمعوا قاتل السنديكا وزيد عرفي السنديكا. راهي راح يجيبي الموس خلي نروحو نسردو على هاد البرا. أنا قريت في الميثاق وشفت في التلفزيون بلي ما عندهمش. إيه لا لا يا حليلي يا حليلي كيفاش الدار اللي عندي درك فاميليا هي عندي واحد كاتوب ولاخر ندير لاسيونال ولاخر كوميرسي والطفله تدخل في البوليتيك. اسمعي يا التلفزيون تاعك غدوه يجي هذاك الجرافان نهنيك منه نبيع. ايه مازال غير التلفزيون تبيعو. هيا اطفال هيا معايا نروحو ندفعو على البرا. هيا هاك. وانت علاش ما هضرتيلوش على تقدم مرأة؟ حبيتو باش يبيعني ريانا فوندر. بروسات خيره هكذا علمتوه يهدره. بابا سي با داكور ما تضحكش على صاحبي راكو. راكو ولا واحد اخر غير نخرج من هاد الدار. روحي للدراما. شمعان تا هو في الربيع. واش زاد عمل ثاني؟ راني نشوف باللي تعرف بنك مليح. راهو سب المراه تاعي وتهمها باللي كان تخدم مع الفرنسيس. اوف معليش كي يجي راني نفهمو. اوه مش صوت اللي ينفع. انا باغي نعرف منين جاب الخبر هذا. علي مصطفى اروح اروح يحبوا ضربوا بوي. شكون هذا؟ واش كان؟ هذا انت يا الربيع تاعكم راه طيح لي الكلام للمراه. الربيع تكلم كلام والسيد افهم باللي انا اللي قلت له. هو طفل صغير عمره ولا يعرف الا انسان كبير خدم ولا ما خدمش مع الفرنسيس. دراري شويه شواطن والربيع يفكر شويه بزاف ما تلومش عليها. دورك فرحان به؟ لا ما نحبش كي يتبلى الناس. اعكموا في الباص تاعكم ولا نشكي بكم لا بوليس. يا خا قول لي يا طفل واش داير برا واش راه صاير؟ خلنا عليه دوكا يعطيلو. يا خا شفتو كيف شربح؟ ايه البزه تاعكم البزه تاعكم. نسيت البزه تاعك اللي ظلتنا بعد باك ولا ربيع. اسكت علي السير. واش السير راجي يجي يسب فينا لهنايا تقول السير. انا ذكر اشكي بكم هذا ما كان. ادي البزه تاعك من نور اشكي. واش تحسب في روحك والله كي عدت تلعب مع لونطونت والله غير تندموا عليها كل. اسمع اسمع. هيا هيا علي. يا خا الله بيع واش دار فيا يا خا. يا سيدي لينا شويه وخلي الربيع لجا. يا خا يا خا. وانت كي تزيد فيه لهوا شكون؟ لو كان خليتني نكمل هذاك السي مسؤول في لا سيكيورتي سوسيال. او بس لو كان سي مصطفى بو يحكمو كان عليا فيه. هيا هنا انت بلا همك روح عاوز على الربيع. معليش اما معليش. يما سكتي لينا شويه وخلي الربيع ترونكيل. انا اللي خلى الدعوه انا اللي نفرها. مالك تروح تطلب منه السماح. ايه ما خاصني غير روح نركالو. وين راك رايح؟ عندنا رينيو لا طرح لهم قضيه اساسيه لو كان ما تروحش ما لاش. يا بني انا خايفه لا يتحاماو فيك. ما تقلقش روحك كاينه وسائل بزاف.
انا من حبجة الصايفية يدنقوا فيا بجي. هذا هو الحل الوحيد. يخا 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 على الربيع واش دار فيا يا ناس. هذا تصلحيه بلي يا ناس. واش ندير للربيع نتاعك انت يا نخونقو ولا واش؟ اضرب دنياتك له والسلام. هذاك واش راه ندير؟ بلو ربو. يعني ما على باليش في الحبس. في الحبس؟ وليش؟ حق ابا مازال مغش عليا على البراك. لو كان جات غير على البراك. واش الاخر تاني؟ راك ندخلها في بعضها. الاولى قضيه تاع البراك وقضيه تاع ولد الديريكتور وزيد بوي تيجي. هذيك تستاهل الموت هذيك مش غير. ما على بالكش بلي بويا هو رايح بعد ساس يدوي في فرنسا ولا لا؟ مال عميتها. اسكت برك انا ثاني عميتها. ماني ما عندها الحق كون غير ما ولدتنيش. ما تخاف ما والو غلطه مني انا ماهيش منك انت. انت سبيت امها وانا سبيت بويا. ريح لهنايا انا نحبط الكوميسار نشوف القضيه تاع راغون ولي. ها؟ فرحانة ولا لا؟ في عاد خوك ما يلعبش. في عنده الحق. غدار. عاد شكون؟ غدار. واش بيه؟ واش بيه؟ طيب. البوليس. شكون يا بلاد؟ احشم. استفاك تطرزك. اسمع يا ولد الحاج راني تبت عليك. ها؟ عمري يا درت الملايا وخزفني خزران قوايا جرحتني جرحا مثل غالا والموت علاش تنساني رقيت في التطوارات والفراش الكرتونات عن جانكم يا دبنات عمري داتونا جات دارداري داي 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 دارداي داي 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 دارداي داي 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 دارداي داي ويش راك دير بلا بوليس كي عجاك؟ وعلاش لا بوليس ماشي صنع؟ يقولوا بلي راهم يسلكوهمش مليح كنت غني بالعرف صباح حتى زنكر ايش حاب يا وليدي كلشي بالمكتوب لا راكو دخلتو الحبس مسكين لا تخافش على راكو تاعك مراش راح ناكلوه غدا صباح يكون عندك نقدر نجيب له العشاء بالليل لي سيرفيس على 8 نجيب له العشاء كذا راك عشاء هذا فكرتني في راكو هاك المفتاح تاعك براك ما تنساش كذا ما كانش هاك القطران تاعك على خير وليدو علي راك جيت اسمع تروح مع ابو سعود انت وعباس في العربية مراش علاش تحبوا كل واحد يروح وحده لازم تروح مع بعضك ملاش كيفاش ما تلعبش هذا مشكلة علاش سيدي واش صار واش خسر عام كامل تروح عليكم وكي تحقنا العين ما نشربوش لا بالكم بلي عندي اختي قاصره هذه مده باش تروح دوي في الخارج والدوسي تاعها مبلوكي واليوم سمعت بلي ما تروحش خلاص واش تحب نديرو احنا دركيتك تقدروا لو كان تحبوا ابن عمي خايبنا احنا سكيورتي سوسيال ولا ملا علي روح تنطر اني سر روتيرا الا كان ما جبناها لكش ما تلعبش الماتش ما لا تسمحوا لي راني بالدار لو كان ما تجيبوليش لا بريزون شارج خلاص بارو ني مع لانطونت ني مع ايكيب اخرى اي روح برك علي ساسية طلع الخارج والله ما نديها فوق ظهري واش عليه ما عندكش ثقه في ديريجون لي ديريجون صح وتاع لادمينستراسيون على بالكم بها كلش اسمع لي اذا كان مشكلة لك على بالنا بها بصح هذه حاجه في ايدينا روح روح كي نشوف لا بريزون شارج انا من نهار ما قلت لناش يعني على المشكل تاعك لا تخلي حتى اليوم يعني وقت الديكوار قلت لنا على المشكل تاعك أه
اسمع اسمع جماعة، شوف ثم لي جواز كما تفاهمنا غدوة تمشيو مع الانطريلار ولي ديريجون. انا نقول لك هنا واش نشوف الشخصية تاع البلاد، ولا كان ما قدروش حنا ثاني عندنا المعرفة بزاف. ساسية تروح الخارج عليا انا، بلا واش نطلب لكم حاجة فريدة، ما تخموا على والو، بريباريو لنا الماتش وخموا لنا غير على لاكوب، الباقي حنا نتوكلوا به. ودوكا لازم تمشيو تروحوا خاطر غدوة تروحوا بكري، وانت غدوة صباح روح ليا بكري باش نروحوا لليوغيا نشوفوه. ما نفهمش الرومية. مغلوق بسبب الخمر. ما نفهمش العربية الفصحى. هذا كيما الناس الكل. ويسكي راك هنا، تحب شوية الحمى غير كل شبك. هيا كول كول جيب زهرك. أما هنا راس الصوارد وما كانش كرسي ساسية. داني خرجت صور دا قدام ما انا مش راح عندي الرب كان غير الجزوز ما عندي شتا وهذا باش يجري نصب هذيك انا اللي خرجت لك الصور دا انا بغلع كيف الرئيس لازم نخبر ما تعرفش صبرو بري يشبه كثير عصمي اسمي الاخ كما في التلفزيون ومنت بزاف قبل ما نكتب لك لا بالي بلي الاولاد لاكغالطة سي محمد اكتلفني الكوميساريا ماشي لا كلينيك الكوميساريا شوف تليفوني للامبولانس 40 65 65. اها مرتبتو لدي تليفوني الكوميساري وجبت انا ربيع اه راجع دي زردة يا صاحبي وانا واش كاين كوكوماني كوكوماني مكتشر اقول يشرب الكوكوماني كيما يشربش البيرة يشرب كوكوماني نقدروا نشوفوا قلت لك ما تقلقش غدوة نرد لكم راكو نتاعكم هنا حتى حاجة ما تخصو شوف عندك الدخان والجورنال على كل حال إذا كاش ما يحتاج نقولوا بلاكم أنا ها؟ صح راكو راكو يشرب الكوكو مين؟ خاطيني اللي يدير جيجو وش درت فيها؟ كيف تبغى؟ جبت وريح لي راكو عنده 10 سنين ما شربش حاجة من غير بيزا قال لكم إلى دايما الحاكمة هكذا ما راهوش خارج من هنا ولا بس Thank you.
هنا الشرطي رضوان، حبيت نتكلم مع السي الكوميسار. راهو نعسان، فطني من فضلك، فطني وقولي له سي تريز اورجون. ساعه نستنى. 30 مليون في كوميساريه وداخل سيلوله اللي عمرها ما صارت. الو سي صالح، اسمح لي فطنتك. شوف كان راغو تاع ماكسيم البيكوكا اللي باع شوه وبدت ربح 30 مليون. احنا العشاء عشاء سي صالح من المسخر. اسمح لي نفهمك. شوف اليوم صباح رحت شريت له الجورنال من جيبي، ولما قرا الجورنال شاف بلي ربح 30 مليون في الباري سبورتيف. يبارك فيه. ايمان على بالك حبيت نسقسيك على خاطر هذاك الارتيكل هذاك اللي يقول بلي المسجون ما يلزمش يكونوا عنده صور داخل لا سيلول. اما لا حبيت نعرف واش يلزمني نعمل. اللي مراه نزيد نوضو في نص الليل على جال تخربق كيما هذا نشوف. شو الصعبة وين توصل؟ ولا علاش نشري له الجورنال؟ علاش نشري له الجورنال؟ هيا ربي احنا نروحوا. قول والله ما راكم خارجين من هنا. تخرجوا تخليني وحدي مع السوالف كامل. وشنو هو يا اخي غير بركاوت وواحد ماهو على باله وراديو طرطوار. شوف استنى وانا حتى ديال الروم تاع الليله وما نمشيو. ها صح روح قدامي نشري له الجورنال. واش قدامي نشري له الجورنال؟ رضوان رضوان واش حاب؟ قلت على دور بحث 30 مليون. شفت واش قلت لك؟ راه يا ودي ما كان من عاود ولا دعايات. راه رحت القدرة. هيا امشي امشي ولا بنيتك امشي. شفت واش قلت لك؟ راديو طروطوار. شكون؟ كنقولك شكون دخل الحبس؟ طيب فكرة طيب فكرة عبطاني. يا رجل حمبوك انت ندكتي ديفانتي فكرة وقال رجل صعبي يمنتف علي يا زكرة. طيب عندك صحاب رجل ها؟ هذا أصبح إلا تكون تسحقك. طيب لي وكل صحابي وانت يا رضوان خويا سمعت خوكي. انا خوك يرحم بوك يا رجل عطينا دكتك. دي فاندي اسمع رجل عطينا دكتك. دي فاندي اسمع انت سكر فمك تصاحبي صح مصطفى خويا سمعت خويا هو اكبر كاتب في العالم. شنو الكاتب اللي تعرفو تغلو وزيد تضحك ها؟ علمك الحالة؟ علمك الخدمة نتاعك ها؟ اسمع ما تعيطش على خويا الرابي اسمع تقول اسمع يا مصطفى فهمو
قول له عمري مات 30 مليون قدامي على قول له وين بسم بيعمل لنا هذا الخويا. اسمع يا رب اعطيني هذا التيكي والبدا اعطي هذا البدا 30 مليون مودك يا اخويا مصطفى خلي ويبكي لا حد شيء هذا خلينا انت عرف امك سمعت كلها ارجو يا اخويا عبدو ارجو مني خلي ما تبكيش الحمد لله يا ربي خلي سلامتك نوصلك تاخد صوتك ومن بعد واش تحب تامن تامن فينا هذه او انت المسيرية في البنكة حبيت نخليهم هنا واش هلا بنتي على بالي باللي بنتي بصح لماش دير بها فيرات فيرات ذكرني مرفع لماش لا فيرات ما نحكي واش نحكي شنو واش واش حبيت نحكي 30 مليون 30 مليون احكي لي كيف راك تحس كي وليت ماركانت كان في ماركانت كيفاش حبيت نحس روحي هيا نروح نشوف كرسي الفاسية واش واش فرحان كنبقي تزولي كيما انا صحة بصح درك الناس كل تقول بلي ولادك تدرهم بروفيتي ولا هذا ما دخلك في الناس خمم على الفاسية هذا مكان دوكا انا قادر نشيل على الكرسي بصح لك نحتاج وردة نجي عندك وراك رايح والله ما على بالي درك حبست من بعشوة لازم شنو الكراسه قوم قالك معايا سيدي سيدي
الله يسلمك. ما تخرجش بقاوة. هيا. ملا غدوة إن شاء الله. خسارة. الزهرة تضيق قهوة الكيف. أنا ما كان ما دخلني في الزهرة. أبناي شمعكم وهذا ما كان. فارغوا البرة كانت حاسبوا باش نعطيك حق. لا. شنو له؟ يا صغيري أنا مش تكفيك باش ما نخليك تشري كرة التنسية. أخي تحق صورت. أنت ولا رجعت معاك. حبيت ندير مزية برك. ربي عمره ما ينسى الخير تاعك. ولا على وجهك انت ولا مش على وجه انت ولا غتخطم الله قال هو هذا الدنيا وين تفوتو وراك رايح عندهم او ديسني مسؤول على سيكوريتي سوسيال او قال لك اخبار جديد قول والله لا مرض في السي بي وراه مسعود او في لوكا هيا روحوا لوكا عطنا لا غلاس هاي ذابت لا زين استفينا كلها غير لعب علي على بالك خلينا منه يا رجل يا اخي جبناها يا تيماري تيماري قوم يا الاحباب روح والله نبات قوم يا الاحباب روح والله نبات يا بعرس كبير جاي وعلمنات لا 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 طالعان الطير Thank you.
مرحبا بك. كيفاش عليك؟ على السلام حالة بركة. مرحبا بك. بزاف بارك. جزاك. واش حالك؟ واش راك نسية؟ خير بخير. واش راك؟ جوز سيسيا أنا جبت لك الورد. قل له صحة. واش راكي؟ بخير. أيا تراش عند طنطا؟ أيا. كيفاش؟ ديوها معنا للدار. إيه. شوف لاكوب. ومن بعد لي جوار أكل ولي ديريجور وصلوا هاد الطيارة. أه؟ بحياة راسكم أوليدي. وأنت عليك تجي. إلا عبيت نسالهم منظرك. إيه ما أنا جبناها. شتي كيفاش؟ تقدر تصور؟ إن شاء الله. شوف راكوك. أيا أنت ثاني خويا وصلني باش تجي روحي. نهار اليوم تعرف راهو كتلني. ما تنفش تشربو خايبة غير ما يزالش والله ان شاء الله كينو اليوم نزار تقدينا غدا بيان الغدا برك ندير لكم الغدا والعشاء غير ربي يشفيها وينجحكم نتوما اين فوتو لي زين هيا نروحو نخبرو السعيد كيفاش اصبري صافا سعيد غير ما تحيرش على بالك نعم دورو جاوي بخر سطيف علي رد بالك يا محمد كل شيء متركب بالك انت راه ما تحيرش كي عدايه اي كما تحك نصلي ايه يا اخوتي محمود بروسه تاعك اي حسابك ما غير عمي صالح تو واش تعيطها واش تحقها كروسي هاك هذو بعد يدك الباقي مبروك عليك بعد درتي يا زرقاء كاد لي هنا في البارو في لاكوب هاك زيد ديال 10000 على نوبيك ها ما قلت ليش بلي ليش لبيك بلي انتسية ابقى انا غير الحمد ايه صعبك انا انا ما تنساش تقول علي قولوا يا ربي حرب غير على قوش على قوش دايما صح ساعدني وخليني السمك هذا لي يلعب ايه منين جبت الصوار ايه جبتهم قول صح اتكذبش اوف خلوه ترونكيل ولا هو جاي في الروح ساسية وانتم ما جيتوا تبدلوا فيه يا اخي ربيع عليك ودي لها الشقدي عليك انا مين اخذ النهر
الباب حتى الدراهم كلها باش يشريو لها حتى نص التروج. خلي صوردك سوسيانات كل بها انت. ايه انا ولا بولنبا يا اخي ميكانيكي اما لا 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 راني لبسها. هو سيني تتصرف فيه كون جيت انا. هاي ها مالا مشي هو مسعودة اللي يجي انا وراق العين رميتها باش تمدوا لي لاكوب خش بها ولا ايه لك نجبناها معليش. ايه جيبوها جيبوها فاهمين تعطيها لي فاهمين سيدي غير نجيبوها وروح بها انت طلب لي قدام 200 شو البونت هذا تاع خوك كذا يا خلينا نروحوا ايه روح امشي طريقه قدامك. الفوز انا عندك الحق كله بحر وش والو حبيت ندخل في الباب يا رب عايز وشني
باه الا واحد من الناس هذا مسكين الناس قاع يحوسوا يعاونوا فيها تشتبه ترتاح معلوم ترتاح سينو بقى تلحق تحكيها لي عارف يا ساسيون هاد الحكاية توه ما يعرف اخر منك هاي قولي لي احكي لي عن النهار اللي خرجتي فيه اليوم اللي احنا في اقليم صح دار يساعد الدار الربع هاي روحوا نكملوا شوار ثاني استنى قديم شوية بصح يردك على السمش ما خدمته هاي شبيه هاي هاي كل قادوا لا يتشكينا على حياة كاملة هاي يا ابو الزربو جاء راكم السلاف وهذا كيف قريب وقريبا خالكم راهو يستنى برا ما قلت تواشك انا مش ما عنديش ليك كلمات تبت ليك ايه رحبوك واش اليوم يا بصح ما عنديش ليك يا اخي ما يبانش شوف الزهير اش عليك منهم هاي روحوا تركبوا ويستنوا فيك ما قلت يا ما ديريش الحاجة تاعو انا الحمد لله يمشي ما يكون عندي الوقت حواتني انا نكتب لك انا من نهارات رايحه نتلاقى بيه معايا انا مانيش قبيه معاك مع الاخرين انا خايفه حيت حيت الله ما تخافي ما والو فكري كي تعودي تمشي هو مصطفى روح بلاصه ويعقب عليك وعلي هو راه لعب تما الفوتبول هو جاي ما تعودي رايحه انا معاك كبريه راح انا درك شفت كيف بكيتها ايه من بكيت ما وزع عينيك يعني الفورة حتى ما Thank you.
يا اخويا لا تصرف عليها شاف دوكار قول له ديت ولا نطال. ثاني يتباطى ويضيع علي حداد عنصر لامع لفريق سبين فهو عضو في المنتخب الوطني للأشباب. علي حداد مازال شاب صغير ورغم ذلك أصبحت عنده شهرة كبيرة عند محبي كرة القدم منذ مشاركته مع المنتخب الوطني أمام الفريق الوطني التونسي. وهذا اللاعب الشاب يفكرنا في بخروفي كبيره في السن واللي برز هو الآخر عند بدايته نشاطه الكروي بنفس المدينة. علي حداد هو كذلك بارع في المراوغات والسرعة والقذفات بالرجلين وعنده كذلك رؤية حسنة لله. كل فني عنده كل فنية وكمية ممتاز بها اللاعب عنده المستوى الدائم. واليوم في هذه المقابلة حراسة كبيرة مضروبة على علي حداد من طرف كل من يحيى وبصر. لقطة الآن لخلف النساء لقطة خطيرة يكون بها علي حداد ليهدد الآن هذه اللقطة هدف يقذف الآن علي حداد قصفة رائعة هدف لا والكرة تصطدم بالعرض حقيقة. علي حداد لاعب ممتاز خاصة بعد هذه اللقطة الرائعة اللي شاهدناها. هي ركن جلال يخرج الكرة من النقاط. علي حداد مروح في اللاعب الثاني لكن يضيع الكرة ترجع له الكرة. من جديد ويمررها إلى حاتم اللي يضيعها. والله غير تديها لو انطنت بلا عزيز لقطة خطير اخر وقصفة قوية من قدر هدف حقيقة الهدف الاول في المقابلة لصالح العاصمة وطبعا حماس كبير في المدرجات عن انصار الايمان. بينما صار الفريق
اخر لصالح الان قذفة قوية جدا والكرة تخرج فوق العارضة اي برك لو دوك يعطيكي حاله وسيله لكن عبد يا والله يا ما نعرف تسويبها من هذا الأخير وهذا الهدف الثاني لصالح أولمبي أولمبي العاصمة وهذا دقيقة واحدة قبل نهاية الشوط الأخير الآن هدفين قبل سبع الآن قطع من بعيد من سعودي وبصعوبة بيت صغيرة برك الله يبقى عليك بيت صغيرة برك الله يبقى عليك فرعنا خويا فرعك ربي إن شاء الله فرعنا خويا
منذ البداية. زعم مسداد ويراوي نائب بدل الكرة من حيطر حاتم حاتم الآن ويضع اسمع تتهاجم من الكبير الزيقلاص ها؟ وعشر كتر من يحيى من يحيى الكلاص في القصة العيدة جدا علي حداد وحده امام الحارس عمار ويسجل هدف هدف ثاني في منتهى الروعه هدف عجيب جدا في الثواني الاخيره من هذه المقابله في الوقت من الكل كنا ننتظر تصويت الحكم النهائيه وتحريج في العاصمه اللي ضيع حكمه ماله في الفوز في اخر لحظه بسبب إرادة يتميات محبة هذا اللاعب الجوالي الصحيح لوحده أكثر كل وحده غير النتيجة رجع الأمال إلى رفاقه وإلى أنصار الوحدة موسيقى
وانتهى هكذا الوقت القانوني للمقابلة بنتيجة متعادلة. واللاعبين هكذا يغادروا الملعب لأخذ نصيبهم من الراحة. جو رائع وحماس كبير في الملعب خاصة عند انصار الفلسطين، رغم ان البعض منهم كانوا غادروا الملعب مما كانت نتيجة لصالح الأولمبي ثم هدفين خمس. انصار الفلسطين اللي اصبحوا من جديد مستقبلين وعندهم طموح كبير لفوز فريقهم. في مساء الخير، نرجع من جديد إلى ملعب الشيوخ لمتابعة المرحلة الأولى من الوقت الإضافي لهذه المقابلة نهائي كأس الجزائر بين وفاق خيف وأولمبي العاصمة. ويصعب في هذه البداية طبعا كل التكهن بعد خاصة بعد التغييرات اللي وقعت تماس لصالح الفلسطين علي حد. يراوغ لاعب ثاني وهو الآن داخل منطقة الأولمبي. خطيرة لقطة من جديد، لقطة أخرى خطيرة ولكن يتدخل بالنحو. خويا وعلي يا خويا علاه يعني بالفولو ولا علاه لي فريزر يا خويا علاه 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 وهجوم عكس. سعيد على الجهة اليسرى خلى التوزيع اتجاه قدر وتدخل وفق للحارس جنة الحارس السعيد فقط ومقدر سعيدون لي تقوم بتنفيذ هذه الحارس. وهكذا نشاهد هجمات عديدة من طرف الفريقين والتيم بدون تغيير في النتيجة. والتعب اصبح له الان تأثير كبير وسيء القبل لخص مستوى. والحكم يصفر نهاية المرحلة الأولى من هذا الوقت الإضافي والنتيجة دائما متعادلة هدفين مقابل هدفين. الإنفاق هو اللي ناقض الانطلاقة بالنسبة لهذا ربع ساعة الأخير من الأهلي، وبعض اللاعبين أصبحوا يشكو من تشنج في العضلات بسبب المجهودات اللي بذلوها منذ انطلاقة المقابلة. مسعود يعني حداد حتى حاتم عن جهة اليسرى عباس بسرعة معني معني مسعودي مسعودي مفتش على اللعب الراقبة. احنا الآن في الدقائق الأخيرة من هذه المقابلة وكأن كل فريق ينتظر سلسلة ضربات الجزاء. حجي بسرعة اتجاه مرمى الأولمبي يراوغ جابير ويمرر الكرة إلى علي حداد ويقدر تقدر هدف. نعم هدف الهدف الثالث في الثواني الأخيرة، هدف ثالث في النتيجة أهداف مقابل هدفين لصالح وفاق الصيف أمام أولمبي العاصمة. الوحدي علي حداد سجل ثلاث أهداف في هذا اللقاء وراح يكون هذا هداف فريقه وهداف فريقه يسمح لفريقه ينتصر بهذه القبلة. لكن فرص بين الهداف وعب دور رائع والجمهور اليوم شهد بطل كبير للكرة في الجزائر.
شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء.